النهارده عندنا احتفاليه كبيره، احتفاليه استضفنا فيها كل الجهاز الفني وكل لاعبي فريق 2006 المتوج ببطوله دوري الجمهوريه. يا رب دايما الاهلي في افراح وفي انتصارات. كنا من اربع خمس ايام السوبر الافريقي، والنهارده بنحتفل بفريق فيه مواهب كتيره داخل قطاع الناشئين فريق 2006. لكن قبل الاحتفال هناخد كلمه من مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن خالد بيبو. ما شاء الله اللي عامل السنه دي شغل كبير جدا جدا جدا، وفي كمان تنسيق وفي اهتمام وفي تواصل ما بيننا وبينه دايما. كابتن خالد بنبارك لك على البطوله الثانيه 2006، شايف الانجاز ازاي مع فريق 2006؟ بشكرك طبعا يا كابتن سلامه، وبشكر قناه النادي الاهلي ان هي بتضيف اولادنا الصغيرين اللي عملوا موسم هايل السنه دي. وقبل ما اتكلم في اي حاجه طبعا بشكر الجهاز الفني من اول كابتن سيد غريب اللي بنى الفرقه دي السنه دي وعمل مجهود كبير جدا، وسلم المسؤوليه طبعا للكابتن اسامه، والاثنين عملوا مجهود كبير جدا. نشكره طبعا اللي عملوه السنه دي، بس طبعا التجهيز كان كبير جدا لسيد غريب من بدايه الموسم، وقدر ان هو يكون فرقه كويسه. بشكرهم طبعا، بشكر الاولاد، بقول لهم انبسطوا. ودايما اللي احنا بنقوله وانت بتلعب في النادي الاهلي لازم تبقى عارف ان انت عندك مسؤوليه كبيره، وهم قد المسؤوليه ان شاء الله. زي ما انت قلت في لعيبه كتيره وفي مواهب كتير في الفرقه، وان شاء الله يبقوا امل للنادي في الفتره الجايه. دول هم اولادنا، دول بقى دول اول تجهيز بالنسبه لنا السنه دي. فكنت انا قلقان قوي على البطوله دي وخايف عليها، لانهم عملوا جيم كويس قوي. كانت بطوله قويه السنه دي، وكانوا ماشيين كويس قوي وكسبوا كل الماتشات، وكانوا فرق كبير جدا في الدور الاول. الدور الثاني طبعا شويه اتدلعوا شويه، ده طبيعي ولسه صغيرين وهياخدوا الوقت، انما كانت بالنسبه لهم كانت تعليمه كانت مهمه جدا، التجربه كانت مهمه جدا، وان هم يجي لهم فتره كده يعني ما يكسبوش ماتشين فيعرفوا ان الكره مش كلها مكسب، فيها خساره، ازاي تلم نفسك. لموا نفسهم ورجعوا تاني قدروا ياخدوا البطوله، فدي حاجه كانت كويسه جدا. فبشكر كل الجهاز الفني وكل الناس اللي تعبوا مع الاولاد، وبشكرك طبعا على الحفله الجميله دي. ودايما كده ان شاء الله مع بعض. انتوا تعبتوا معانا السنه دي، يعني انتوا ليكم معانا في الحفله دي، ليكم في التورته طبعا. واحنا بنشكرك يا كابتن خالد، واحنا بنتكلم برضو عن المواهب، وكان الكابتن خالد بيقول بيتكلم عن المواهب معانا يعني صديقي العزيز مستر بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وتجربه فريده السنه دي ما شاء الله، وعامل برضو شغل هايل مع لاعبي النادي الاهلي ومع الاجهزه الفنيه. مبروك صديقي العزيز. مبروك. ألف مبروك طبعا ليك لحضرتك كابتن وللناس كلها، طبعا ده انتصار لينا كلنا. هو عايز بس يكمل على كلام كابتن خالد ان فوز 2006 بالبطوله ده يعني ده المفروض اللي يحصل في القطاع الناشئين، الشكل المفروض يحصل في طريقه الشغل في القطاع الناشئين. Týmu jsou výborné vztahy a v průběhu celé sezóny jsem viděl, jak jsou obrovský kamarádský, tráví spoustu času a je to hezký to sledovat. U بين اللاعبين كان في علاقه طيبه وكلهم كانوا بيدعموا بعض وبيتعايشوا مع بعض فترات طويله، فدي كانت حاجه حلوه ان انا بتابعها. A co je fantastický je, jakým způsobem trenéři potlačili vlastní ego a všichni pracovali ve prospěch klubu a týmu a díky tomu vlastně dokázali tu. والحاجه العظيمه ان كل المدربين نحوا الايجو بتاعهم، الانانيه بتاعتهم والايجو بتاعهم، وتوحدنا قوه وكلنا اشتغلنا عشان نجاح القطاع، والحمد لله كسبنا البطوله. واحنا النهارده يعني بنبارك لمستر بروكيتش وبنبارك لكل اللعيبه وكل الاجهزه الطبيه والاجهزه الاداريه. ودلوقتي بقى فقره تقطيع التورته علشان نحتفل بقى. يا ريت يا كابتن خالد تتفضل. الجهاز الفني مستر بروكيتش اتفضلوا اتفضلوا. يلا اتفضل يا كابتن خالد. انتوا تتفرجوا تتفرجوا بس مش هتاكلوا. ها برافو برافو بقى الصواريخ بتاعتكم دي. لا 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 لا. ناخد الصورة، ناخد الصورة السيلفي بتاعتنا، الصورة السيلفي زي ما انت زي ما انت.